بسم الله الرحمن الرحيم ولا استعانة إلا به والحمد لله رب العالمين ولا ثناء إلا عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب. سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، صاحب المقام الأسمى والشفاعة العظمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. لشفاعته العظمى تتعلق الآمال، ولمسجده تشد الرحال، وبالصلاة والسلام عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعك عبد أو عصى، ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب، برحمتك اللهم يا علام الغيوب. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام فاح في الآفاق مسكا، يطيبكم بأشواق الفؤاد، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد، لكم مني التحية وعليكم من الله السلام. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يوفقنا توفيق الصائبين، وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب. اللهم اجعل كلامنا كله طيبا، واستخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. إلهنا ومولانا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آمين. أحباب رسول الله، وما زال الحديث موصولا بحضراتكم في سلسلة الأمثال في القرآن. ما أجمل أن نحيا بالقرآن. صدق الله القائل لحبيبه ومصطفاه عندما كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، فتخيلوا معايا كده، هو في صلي قيام الليل ورجليه الاثنين ورمة، فيقف على اليمين شوية عشان يريح الشمال، يقف على الشمال شوية عشان يريح اليمين، فربنا قال له طاها طاها، أصلها طأها يعني دوس عليها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أمال القرآن نزل ليه؟ القرآن مصدر السعادة، والله القرآن مصدر الهنا والسرور والخير كله. صدق الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا رب احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالإسلام بالقرآن والإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام والقرآن على كل حال وحين يا رب العالمين. فعلا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والله هنيئا لأهل القرآن. عشان كده يا حضرات في الكلام الطيب فتحنا ملف الأمثال في القرآن. لما ربنا يقول لنا في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس، لما ربنا يضرب لي مثل لازم أنتبه لهذا المثل، أتعلم منه الدروس والعبر. صدق الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه يا رب؟ قال لعلهم يتفكرون، زين تفكر القرآن. آية أخرى،
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا يجعلنا من العالمين الذين يعقلون الأمثال. النهاردة مع المثل رقم 34 في المصحف اللي جاء في صورة غالية علينا، صورة عزيزة، صورة مدنية، هي صورة الحج. طالما فيها تشريعات تبقى صورة مدنية، صورة الحج. ولما قلت الحج الناس قلوبها رفرفت كده. اللهم من علينا، اللهم من علينا بحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفى خير الأنام ومسك الختام عليه الصلاة وأزكى السلام، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. آخر سورة الحج هي الصورة الوحيدة اللي فيها سجدتين بالمناسبة. آخر سورة الحج الله بيضرب لنا مثل يقول إيه؟ يا أيها الناس، كل الناس، البني أدمين كلهم، تعالوا ركزوا في المثل ده عشان تعرفوا مين هو ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا، اسمعوا غير استمعوا، الاستماع أن يسكن كل متحرك، ركز قوي. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يعني لما تسأل غير الله، غير الله ده والله ما يعرف يعمل حاجة، وربي ما يقدر يعمل حاجة لنفسه، هيعمل لك انت؟ يعني الخطاب في بادئ الأمر للجاهلية، لأهل الجاهلية اللي بيعبدوا أصنام، اللي بيعبد اللات والعزة ومناة وخلافه، الأصنام دي والله ما تعمل لك حاجة، لن يخلقوا ذبابا. الأصنام، الآلهة، الناس اللي بتعبد من دون الله، لو تخيلت ان في حد بيده مقاليد الأمور، والله ما في حد بيده مقاليد الأمور. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني إيه ولو اجتمعوا له؟ يعني هات لكل خبراء الدنيا وكل علماء الدنيا وكل عبقرة الدنيا وأعدهم في ورشة عمل، عايزين نعمل ذبابة يا جماعة. ففريق هيختص إنه يخلق جناح، وفريق يختص إنه العين، وفريق يختص بالأجهزة اللي في البعوضة. استنوا، لن يخلقوا ذبابا. طب مش نعرف بس الأول الذبابة اللي خلقها ربنا دي شكلها ايه عشان نقدر نشوف يمكن عبقرة الدنيا يعملوا لنا ذبابة. الذبابة دي حضرتك وزنها 1 على 1000 من الجرام، يعني كل 1000 ذبابة كل 1000 ذبابة يعملوا لنا جرام. معقولة يا راجل؟ لأن موسى اللي احنا بنشوفها دي، اتخيل جابوها، جابوا واحدة منها وحطوها تحت المجهر، المجهر الحديث بقى، الحاجات الإلكترونية، آخر حاجة العلم وصل لها. فلقوا الذبابة دي حضرتك بتتكون من إيه؟ رقم 1 هي عندها 100 عين. أنت هتسرح بينا يا شيخ؟ ده مش كلام أنا والله، ده هم حطها. اعمل بحث عن الذبابة، أنت هتروح بعيد ليه؟ هتلاقي بحث ده اتعمل. ليها 100 عين، 100؟ لا 100 عين؟ وليها 48 سنة، بقى الحتة البتاعة ديت اللي 1 على 1000 من الجرام فيها 48 سنة؟ وعندها 3 قلوب، جمع قلب، عندها قلب مركزي وقلبين عشان الأجنحة، كل جناح له قلب، وكل قلب حضرتك فيه عدد 2 أذين وعدد 2 بطين، مش احنا عندنا أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر؟ هي برضو عندها كل قلب عنده 2 أذين، له 2 أذين واتنين بطين. يبقى وزنها 1 على 1000 من الجرام، عندها 100 عين، عندها 48 سنة، عندها 3 قلوب، عندها أجهزة مهمة جدا، عندها جهاز رادار، جهاز حراري تقدر تعرف الدنيا كلها عن طريق الحرارة، عندها جهاز تحليل. تخيل انت رحت معمل تحليل قبل كده، ربنا يعافينا وإياك. عندها معمل تحليل عشان هي تحط الخرطوم بتاعها، تحلل الدم الأول يناسبها ولا ما يناسبهاش، أصل هي حضرتك بتنقي، هتخش أي دم طبعا. لا، تلاقي اللي يتوافق معاه. طيب عندها جهاز تحليل عشان تعرف الدم ده هيتوافق ولا لا، ده رقم 1. 2، عندها جهاز تخدير عشان تقدر تاخد العينة بدون حضرتك تحس. امال انا بحس امتى؟ انت بتحس حضرتك لما هي بتطير وينتهي مفعول التخدير اللي كانت حطاه، فتيجي حضرتك تعمل كده. لا، وهي كانت فوق بقى خلاص. هي كانت طارد وتتفرج عليك. عندها جهاز تحليل وعندها جهاز تخدير
وعندها غاز تميع عشان الدم، انتوا عارفين الدم عنده فيه لزوجه كده وتقيل، فهي تميعه عشان تقدر تمتصه. الخرطوم بتاع ده لما كبروه مئات الالاف من المرات كده، لقوا انه في عندها 6 سكاكين، 4 منهم مسؤولين عن هم يعني يعملوا جرح كده عشان تقدر تمص. ايه ده؟ ايه الكيان ده؟ قولوا لي انتوا بقى حضراتكم مين يعرف يعمل ده؟ ها؟ ضعف الطالب والمطلوب. يعني اللي هيعبد الآلهة ضعيف والآلهة نفسها ضعيفة، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. والله في ناس لحد النهاردة ما تعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. يا إيه ده؟ معقولة ده الإنسان ده؟ سبحانك يا رب، إن الإنسان لربه لكنود. النبي لما عرف قدر ربنا سبحانه وتعالى كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. سيدنا أبو بكر بيسألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، بالآيات الكونية اللي موجودة. عرفت ربي لما رفعت إيدي لقيتها بتترفع، عرفت ربي لما أكلت فالأكل اتهضم وحصل له امتصاص، عرفت ربي لما فتحت عيني الصبح ولقيتني بشوف، عرفت ربي في الشجرة الخضراء، عرفت ربي في الدودة، عرفت ربي في ورقة التوت. ايه ورقة التوت دي كمان؟ تأكلها النحلة تطلع لك شهد عسل، وتأكلها الدودة تطلع لك حرير، وتأكلها الغزالة تطلع لك مسك، وتأكلها الأنعام تطلع لك لبن. لا بيأكلهاش الإنسان بقى. الإنسان ما بيأكلهاش. سيدنا أبو بكر بيقول عرفت ربي بربي، بنعم ربنا، بآلاء ربنا اللي موجودة في الكون. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغني مراد ربي. يبقى الآية رقم 73 في آخر سورة الحج، آخر صفحة يا حضرات في سورة الحج، اللي هو المثل رقم 34 في المصحف، مثل ربنا بيضربه لنا، بيقول لك انه ما فيش حد بينفع حد. ان الذين تدعون من دون الله والله ما يعرفوا يعملوا 1 على 1000، اللي هي ذبابة، ما هي 1 على 1000 من الجرام، ما يعرفوش يعملوا ذبابة. هيعملوا لك انت؟ هيقضوا لك مصالحك؟ يبقى لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. يا رب يفقهنا ويعلمنا آية الذكر الحكيم وأمثال القرآن. طولت عليك يا حاج محمد، سلام عليكم. أم محمد طولت عليك يا أم محمد، معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد، أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير. فيك شر المرض ويبارك لك في صحتك وفي ولادك، يجعل وشك على طول يا رب منور. وإياكم يا ست. اللهم آمين. كانت في ست سألتك قبل كده، كان يعني من حوالي 40 سنة كان حصل حاجة في رمضان يعني كده، وحضرتك قلت بتطعم 60 مسكين. عايز أعرف بالظبط الإطعام إزاي، فلوس ولا طعام، إيه أكل؟ وتبقى عنها وعن زوجها توفى بس الست موجودة. حاضر. أرجوك يعني تفضل. لا على عيني يا أم محمد. عليك. الله يكرمك. على عيني يا أم محمد. الله يكرمك. شكرا. دعوتك لنا وربنا يكرمك. ربنا يصلح حالك. شكرا ليك يا أم محمد. على عينينا. حاضر. أستاذ أحمد سلام عليكم. طول معاك يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مختار يا أستاذ رمضان. أهلا يا عم مختار. أنا رنيت عليك قبل كده سيادتك، رنيت عليك قبل كده وقلت لي خليك معايا على الهوا وأنا بكلمك بعد البرنامج. أنت أيوه، إيه المطلوب يا عم مختار؟ عندي المفصل يا باشا وقعت على رجلي، فخذي مكسور. طيب ألف سلام عليك، شفاك الله وعافاك. أي حد يساعدني لوجه الله. يا انت احنا انا يا عم مختار في السن وعايز اساعده، شفاك الله وعافاك يا سيدي. يا عم مختار ايوه ما تقفلش، الله يكرمك. انا احولك للكنترول، واحنا بعد الهوا ان شاء الله نحولك لدكتور متخصص في مساله المفاصل والعظام والكلام. شفاك الله وعافاك يا سيدي. مين
يا ام سيف السلام عليكم. ام سيف السلام عليكم. عليكم السلام يا ام سيف اتفضلي. الله يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك ويجزيك خير علينا. انا عايزه بس رقم حضرتك عشان انا في مشكله كبيره قوي وعايزه اكلمك. الله يبارك لك تديني رقم حضرتك وترد عليا لان انا من زمان قوي عايزه اكلمك. حاضر. ومش عارفه اوصل لك. حاضر يا ام سيف، شكرا ليك. حاضر، شكرا ليك، شكرا يا ام سيف. ابو احمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو احمد. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا يا سيدي، اتفضل. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا ابو احمد. ربنا يخليك لينا يا رب. الله يكرمك، اتفضل يا حبيبي. لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال فضل. الاول ايوه، انا كان ليا ابن عنده 15 سنه ونص. ايوه. وضربته فغرق، طلعته بالبحر بعد 4 ايام غرقان. ضربته ابو احمد ضربته عشان كان غلط غلطه كده، ما راحش الامتحان. طيب وبعدين؟ وبعدين انا من ساعتها موجوع انا ومامته، ربنا عوضنا باحمد، يعني ربنا اكرمنا باحمد تاني. ربنا يبارك. انا من يوم ما مات يعني بقى عكسر وتعبان ونفسيتي تعبانه. لا هجاوبك يا حبيبي، هجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكتبه في عداد الشهداء الغريق شهيد. وبعدين انت لما كنت بتعاقب ابنك انت كنت بتأدبه. يا حضرات، ان احنا نأدب ولادنا ده امر في الشرع، ولا ترفع عصاك عنهم ادبا. يعني زمان كان شيخنا يقول لنا كلمة جميلة قوي كده، واحد خد ابنه وراح يوديك كتاب عشان يحفظ القرآن، فلقى الشيخ قاعد في الكتاب وحطت العصاية كده. واحنا تربينا، انا بقول انا هو انا تربيت في الكتاب وكانت العصايه موجوده. الضرب وما الضرب، احنا بنتكلم في موضوع تاني. وتربينا وطلعنا وحفظنا القران الحمد لله. شيخنا بيحكي لنا انه الراجل البسيط بالجلابيه الفلاحي بتاعته خد ابنه وراح يوديه الكتاب، فلقى الشيخ قاعد وحطت العصايه جنبه، فقال له يا مولانا هو انت شايل العصايه ليه كده؟ قال له عشان ابنك ما يتضربش. ايه؟ قال له عشان ابنك ما يتضربش. فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحمه. لو ما اتعملتش جزاءات، مخالفات، في مخالفة وفي جنحة وفي جناية، لو ما اتعملتش قوانين رادعة للناس، الناس مش هتلتزم. صح ولا لا يا حضرات؟ حتى التشريع الاسلامي بتاعنا كده، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. جميل، القوانين اللي رحمة للعالمين، انت لازم تحط قوانين اللي هي قانون العقوبات، قانون الجزاءات، عشان ايه؟ من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طب واللي ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فما فيش ولي امر ما عاقبش ابنه، ما فيش الكلام ده، كلنا تعاقبنا. بس احنا بنقول اولياء الامور لما تيجي تعاقب ابنك ما تقصوش عليه قوي. شوف ربنا الرحمن الرحيم لما تحدث في سورة النبأ عن الكافرين، إن للطاغين مآبا. الطاغين دول اللي هيخشوا جهنم، ربنا في الآخر بيقول جزاء وفاقا، يعني ربنا مش هيضاعف العقوبة، ربنا بيعاقب على قد العمل بالظبط، ما بيزودش سبحانه وتعالى، لانه اله حكيم. الجزاء وفاقا، يعني موافق لاعمالهم. انما في الجنه الجزاء من ربك عطاء، منحه. ابنك يبقى ناجح تقوم تجيب له هديه كبيره قوي. ليه؟ لانك عايز تكافئه. انما يبقى عامل حاجه بلوى سودة بتيجي تعاقبه عقاب خفيف. طب تذنبه. فابو احمد كان بيعاقب ابنه عشان ما راحش الامتحان. واي واحد مكانك يا ابو احمد، اي واحد فينا هيعمل كده. وبعديها يوم او اتنين الولد غرق، فهو متألم نفسيا انه كأنه كان اخر عهده بابنه انه كان بيعاقبه. لا، انت كنت بتربيه، والشرع هيسألنا احنا كنا بنربي ولادنا ولا لا. نكافئ في موضع المكافأة ونعاقب في موضع العقاب، على قد الحاجة، على قد الضرورة بالظبط. لما هو الابن ده ما احنا بنطعمه، انت مش بتحط له ابرة كده في جلده عشان نطعمه؟ فما فيهاش اي حاجه يا حضرات ان احنا نأدب ولادنا. بس انا بوصي كل اب وكل ام على قدر الحاجه الضروره
فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. وابنك يا حبيبي ربنا يقبله في عداد الشهداء ويطمن قلبك وينزل عليك وعلى أمه الصبر والسلوان. معلش اللي معانا على الخط، أنا دي كان لازم رسالة أوجهها لأبو أحمد عشان أطبطب عليه وطيب خاطره. مين معانا؟ أم سلمة؟ سلمة. أم سلمة. أنا قلت ستنا أم سلمة يعني. أي أم سلمة إزايك؟ الله يكرمك. تفضلي. تفضلي يا أم سلمة. لا. تفضلي. حاضر. أنت معانا على الهوا، كلي أذان صاغية، تفضلي. جزاك الله كل خير عن الشيخ. وإياكم يا حجة. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عندي سؤالين. تفضلي يا أمي. السؤال الأول إني اللهم صل على النبي، إيه حكم الشرع في اللي تعمل إجهاض عمدا؟ ماشي. بثلاث أشهر. حاضر. وفي سبعة أشهر. حاضر. ثاني سؤال. ماشي. أنا زوجي سباب للدين. أعوذ بالله. يعني بيسب الدين بطريقة لا تحصى ولا تعد. متجوزة بقالك قد إيه يا أم سلمة؟ 25 سنة. ربنا يديك الصحة والعافية. أيوة. صبرت صبرت والله صبرت، وربنا الشاهد. وربنا اللي يشهد. ماشي. أنا عندي ثلاث بنات يحلوا من على حبل المشنقة زي ما بيقولوا. يعني ما شاء الله جمال وأخلاق وأدب. الحمد لله جوزت اثنين. ماشي. باقي واحدة. ما فاضلش إلا واحدة. أيوة. بس أنا فاض بيا يا عم الشيخ. فاض بيا. أنا صابرة لغاية ما بنتي الصغيرة هي في الإعدادية تخلص. وأطلب الطلاق، هل ده يجوز أم لا يجوز؟ حاضر. أنا تعبانة نفسيا، رد عليا بالله. حاضر. عليك يا أم. أرد عليك يا حاجة أم سلمة. ربنا يكرمك يا أم سلمة وينزل عليك الصبر، يطعمك طعام الصابرين. وأنا قلت يا حضرات وبكرر، والله الصبر ده مر، والله مر، لكن اللي يضيع مرارته ربنا قال في القرآن واصبر وما صبرك إلا بالله. إنك تستعين بربنا يا حضرات، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا حاجة سهير السلام عليكم. حاجة سهير معلش عودة الاتصال يا حاجة سهير، طولت عليها. حاجة زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا يا حاجة زينب، اهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير. انا والنبي ليه رجاء من حضرتك مقلية بالتلاقات صعبة في بناتي. أي. فلو سمحت ارجو منك اني تدعي لهم دعوة حلوة، ربنا يفرج عن هم مكربهم. امين يا رب، ربنا يفرج يعني والله. وكل من يشاهدك يدعو معاك. حاضر. بس يعني طلب بطلب منك اني انا معايا بنت اسمها مروة. أيوة. ورب ليها اربع سنين وربنا رزقها بنور، فارجو منك تدعيها اني ربنا يخليها ويطول في عمرها. حاضر حاضر، شكرا ليك يا حاجة زينب. يا ام ياسر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ام ياسر، اهلا بك. اهلا بحضرتك. يلا بحضرتك. اتفضلي السؤال. بقول لحضرتك انا ابني لسه عامل حادثه وتوفى. ابنك ماله؟ اتوفى. عنده كم سنه؟ عنده 17 سنه. الله يرحمه رحمه واسعه ويتقبله في الصالحين. راح كان سايق عربيه. ايوه. ومات من حق بقاله شهر دلوقتي. ايوه. انا عايز اعرف حضرتك بس، هو دلوقتي يعني موت دي هو في سن ده هو يبقى شهيد ولا من الابرار، ولا هو يبقى ايه، او هو يتحاسب من امتى؟ انا عايز اسالك سؤال يا ام ياسر. ايوه فضل. عندك ايه غيره؟ ايوه فضل. عندك اولاد ايه غيره؟ عندي ندى وعندي سلمى. ايه؟ عندك ندى وسلمى وجودي. يا رب يرضيكي فيهم ان شاء الله ويجعلهم من الصالحات. انت راضيه عن ابنك؟ هو قبل ما يموت
هو قبل ما يموت بس دماغي كانت معاه مشكله وبس دماغي وقال لي يا ماما انا مش عايزك تزعلي. طيب وانت راضيه عنه اهم حاجه؟ انا راضيه طيب. عنه خالص 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 تعازينا القلبيه ليك يا ام ياسر، ربنا يتقبل ابنك في عداد الشهداء وينزل عليك الصبر والسلوان ويرزقك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة إن شاء الله، ويبارك لك في بناتك. البقاء لله يا أم ياسر. عيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا عم عيد، ده انت جيت قبل أوانك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عم عيد، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا بصراحة أنا أول مرة أتصل في حياتي ببرنامج. الله يكرمك، اتفضل يا سيدي. الحمد لله، يمكن وشك البشوش وضحكتك الجميلة ديت خليت شجعتني أنا أتكلم. لا على عينيا، اتفضل يا عم عيد. والله حضرتك أنا يعني بتكلم بحيث إن مفيش يعني كنت الحمد لله الأول ميسور ومتيسر وبساعد وبعمل، بس الحمد لله الظروف أثرت معايا اليومين دول. أيوة. فاصبحت دلوقتي يعني ما عنديش دخل وديون كتير عليا، فانا مش عارف انا اتصرف يعني. تواصل معنا بعد الهواء يا عم عيد. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيه ان شاء الله. يا منه سلام عليكم. الو، سلام عليكم يا منه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. ربنا يخلي حضرتك. منه ولا منة الله؟ لا منه. منه، اهلا بيك يا منه، اتفضلي. معلش انا عايزه بس يعني حضرتك كده في مشكله بس مش هينفع اقولها على الهوا. خلاص قوليها بره الهوا. يعني يعني في حاجه عايزه اتكلم فيها ومش هينفع اقولها على الهوا. خلاص مش عايزه حد يسمعني. قوليها بره الهوا. وانا دايخه على حضرتك اللي انا اتواصل مع حضرتك. بعد الساعه 3 ان شاء الله كلميني. بعد الساعه 3 الرقم بعد الساعه 3 اليوم ان شاء الله. شكرا ليك يا منه، شكر الله لك. ويا رب اي حد عنده مشكله ان شاء الله تتحل، وربنا يمن عليكم جميعا بصلاح الاحوال وراحه البال وهدايه العيال والبركه في الصحه والمال. اتعلمنا النهارده، بس اقول معلومه مهمه جدا وبعد كده استقبل بقيه اتصالات حضراتكم. اتعلمنا النهارده يا حضرات في المثل رقم 34 في المصحف اللي جاء في اخر سوره الحج الآية رقم 73، قد إيه قدرة ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على شيء، على كل شيء، وإنه ما في حد في الدنيا يقدر إنه ينفعك أو يضرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أواخر سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا حد يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يبقى بتظلم نفسك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير، لو استمحت مطر لك خير النهاردة فلا راد لفضله، محدش يقدر يمنعه عنك. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أم آدم سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام ادم، اتفضلي. يا عم الشيخ انا ليا ثلاث اسئله، معلش يلا طول بالك معايا شويه. اطول، اتفضلي. انا دلوقتي كنت وحشه قوي زمان وشغاله شغلانه وحشه وكان جوزي عارف. ماشي. وبعدين اتطلقت منه وقابلني انسان كويس محترم طلب مني يتجوزني ويربي لي عيالي. طيب. ووافقت على طول وقررت ان انا امشي في السكه كويسه. ماشي. الحمد لله وربنا هديني. الحمد لله. اما اختي ماشيه في سكه غلط وشغاله شغله في فندق كبير وبتلعب قمار. بغض النظر يعني بلاش التفاصيل، الله يكرمك يا ام ادم. طيب ماشي. واتحيلت عليها تقعد، واتحيلت عليها ربنا يهديها وتقعد وجوزي يساعدها وهو مقتدر والحمد لله. ايوه. بس مش قادرين عليها. طيب. حلها ايه؟ قول لي حلها ايه؟ نعمل ايه معاها؟ وبعدين بابايا، ده أول سؤال. بابايا نازل طالع يغلط يشتم، بعيد عن ربنا خالص. ماشي. بيعامل أمي معاملة وحشة جدا، يدعي عليها ويقول لها ربنا يجيب لك مرض ما تلاقوش علاجه. مش عارفين نعمل ايه معاه. ماشي. برضه احنا عايزين نمشي ونسيب له البيت. يعني أنا جوزي متدين وعارف ربنا وبيقول حرام اللي هو احنا فيه ده. طيب، يبقى أختك وبابا اللي بعده.
السؤال اللي بعده. انا الحمد لله انا طالع عمرة ان شاء الله وربنا هدني خالص الحمد لله يا ستي. وما فيش حاجة في نيتي. وبعدين لما بكلم اختي وبتقول نصيحة بتقول انت غيرانة مني منها. انا مش غيرانة منها والله. ماشي. انا خايفة عليها. شكرا ليك يا ام ادم. اسئلتك جميلة وهقول لحضرتك نعمل ايه ان شاء الله. ايه رأيكم نطلع استراحة قصيرة تلتقطون فيها الأنفاس وأعود إلى حضراتكم بعدها بمشيئة الله. ابقوا معنا كرمكم الله. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم مجددا. ونحن نعيش مع المثل 34 في المصحف اللي بينشط العقل اللي يقولك شوف الكرة الأرضية كلها بعلمائها بالعبقرة بيعرفوش يعملوا دبانة اللي هي وزنها 1 على 1000 من الجرام. يعني كل 1000 دبانة يعملوا 1 جرام ما يقدروش يعملوا ده. عشان كده يا حضرات مهم جدا ان احنا نتدبر القرآن الكريم لسان يعقل ويتفكر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأنه بالتدبر يرتقي ويعلو الإيمان بتاع حضرتك. عشان كده سئل أحد الحكماء زمان أي الأشياء خير للمرء؟ إيه أحسن حاجة لو معاك ينهر أبيض يبقى رزقك واسع؟ أي الأشياء خير للمرء؟ فقال الحكيم عقل يعيش به العقل. لأن هو ده الدينامو هو ده المحرك هو ده اللي خليك تظبط الأمور. عقل يعيش به. قيل فإن لم يكن قال إخوان يسترون يقعد مع ناس عقلة. قيل فإن لم يكن قال أدب يتحلى به. قيل فإن لم يكن قال مال يتودد به إلى الناس. قيل فإن لم يكن قال صمت يسلم به يبقى يسكت عشان ما يغرقش نفسه. قيل فإن لم يكن ما بيسكتش قال موت يريح البلاد والعبادة منه يروح يشوف له موتة بعيد عنا. يبقى العقل اللي هو مناط التكليف العقل اللي بيه نتفكر آية ذكر الحكيم. فكر كده في اللي انت عايزه يساعدك في حاجة. فكر كده انت طالب منه المعونة العون يعني من فلان. هو فلان ده هيعرف يقولك انا جيتك يا عبد المعين تعني. طب ما انت اللي غلطان. ايه اللي موديك لعبد المعين؟ طب ما المعين موجود سبحانه وتعالى. طب ما تروح للمعين مباشرة. والمعين سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يغفل ولا ينام. لا يرد سائلا. لا يغلق بابه دون حاجة الناس. لأنه هو الصمد. قل والله أحد الله الصمد. الصمد. يعني إيه الصمد؟ يعني سيد الحوائج. يعني حوائج العباد كلها عنده. يا أخي الكريم. يا أخت الكريمة. يا أخي ده رزق الكافر. مش هيرزقك انت يا اخي ده اللي بيعبد بقرة ربنا بيرزقه وبيستره. يا اخي ده اللي بيعبد فار ربنا بيرزقه وبيستره ومعيشه في مملكته في الدنيا بتاعت ربنا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يبقى مش هيرزقك انت. يبقى خلاص من الان فصاعدا حاجتك أنزلها بالله تبارك وتعالى. فمن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مين يا حج ناهد؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حج ناهد. أهلا بيك. ربنا يخليك لنا يا رب ويديك كل اللي انت نفسك فيه على المعلومات الجامعة اللي حضرتك بتديها. الله يكرمك. جزاك الله خير يا رب. وإياكم. تفضل. اول سؤال لي اقول لحضرتك انا يعني انا 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 لما اتجوزت جبت ولد وبنت. ايوه. كنت موظفة. أيوة. وربيتهم تربية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. وبقيت أجي من شغلي أنكب عليهم أكلهم الدروس ما خدوش دروس إلا يمكن في الثانوية العامة فقط وأنا قاعدة جنبهم رغم طبعا بعض باباهم كل البعض وقعدته طبعا عند أهله كده. طبعا لا جدال في هذا الموضوع يعني. طيب. حتى لدرجة أشياء البيت كان ينسى يجيبها أتصرف
وأودي الأولاد تاني يوم المدرسة، أنزل بدري أجيب عيش. المهم ما كنتش لجارة ولا زميلة ولا أي حاجة، إن كبيت على الأولاد لغاية ما وصلتهم لأعلى درجات العلم والمراكز الكويسة. ربنا يجزيك خير. واتجوزوا، جوزتهم وقفت معهم، ما معيش، لا أنا هتصرف كذا، أنا هعمل، أنا هسوي. والولاد الحمد لله عارفين المعلومة دي. طيب. السؤال إيه بقى يا حاجة ناهد؟ أيوة. السؤال إيه بقى؟ السؤال دلوقتي يعني رغم كل ده والمعاملة اللي مش كويسة من هناك من عند أهله أو كده، ما عرفش ليه رغم كل ما يخصمه أنا أروح أبدأ وأنا أروح، بس هو معاملته مش حلوة ونفسيتي تعبانة طول عمري، يعني رغم كده طول عمري وللآن. طب هل ده أنا أخد عليه ثواب من ربنا؟ حاضر، شكرا ليك يا حاجة ناهد، أحسن الله إليك. يا جماعة كان واحد صاحبنا انا ندين ندردش كده، فيقول لك ايه ده، يبقى ناس ماشيه في الجنازه يقولوا ايه، الله يرحمه ده ملوش اعداء، يعني تافه. هو في حد ناجح ملوش اعداء؟ يا حاجه ناهد، اللي انت فيه ده شيء طبيعي، انك بتزرعي وبتعملي خير هتلاقي ناس ما بيتوافقوش مع شخصيتك، بس انت بتحسني المعامله ليهم ربنا هيكافئك على كده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يا شيماء سلام عليكم. شيماء. ألو. لا سلام عليكم. إيه؟ طب معلش. طب نكتفي بآخر اتصال معنا. عبد الرحمن سلام عليكم، عشان ألحق أجاوب على الأسئلة. عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الرحمن، تفضل. ابو عبد الرحمن طلعت معاك. ابو عبد الرحمن معلش العتب على السمع بقى. تفضل يا سيدي. الله يكرمك. والله ستك انا كلمت ستك قبل كده على مشكلتي على موضوع المصنع اللي كان عندي ده اول، وكان سبب لي ديون وكده، فنرجو من سيادتك ان انت يعني خدت رقم من الكنترول يا ابو عبد الرحمن. ايوه معليك انا ابعت لي رساله بعد الهوى، الله يكرمك، ابعت لي رساله بعد الهوى. شكرا ليك، احسن الله اليك، ربنا يصلح حالك ان شاء الله وحالكم جميعا. تعالوا نشوف اسئلتكم. حدث انه زوج جامع زوجته اثناء في رمضان عمدا في نهار رمضان، ده يبقى عليه القضاء والكفاره، يعني يوم مكان اليوم والكفاره صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكينا. الزوج توفاه الله، الله يرحمه، لو ما كانش صام يوم مكان اليوم يبقى هو عليه اليوم ده صام عنه وليه، يبقى يا أم محمد حد يصوم عنه اليوم ده، حضرتك أو أي حد من أولاده، وهيبقى فيه إطعام 60 مسكين يا أم محمد، 60 مسكين بس. الستين مسكين دول بقى يتعملوا إزاي؟ لا هو 60 مسكين للزوج و60 مسكين للزوجة، لا هو 60 مسكين بس عليه هو، لانه الراجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي قال له 60 مسكين بس، ما قالوش 60 مسكين ليك و60 مسكين عن زوجتك. بعدين الراجل ده حالة خاصة بقى اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله معيش اطعم 60 مسكين. النبي دخل جاب له بلح كبير كده، عارفين القفة يا حضرات، وقال له خد اطعم بيه 60 مسكين. فقال له يا رسول الله ما بين لبتيها من طرف المدينة للطرف الثاني ما فيش أهل بيت أفقر مننا، فالنبي قال له خذه وأطعمه أهلك. يا أم محمد إحنا عايزين نطعم 60 مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من اللي أنتوا بتاكلوا منه يا أم محمد، إن شاء الله تجيبي 3-4 حلل رز على 3-4 حلل خضار على 2-3 كيلو لحمة وتقطعي كل ده وتأكلي الناس على متوسط الوجبة بتاعتك. أنت النهاردة برة بيتك يا أم محمد، وبعدين عايزه تتغدي، هتتغدي ايه؟ ها؟ سندوتشين فول وطعميه ب 5 جنيه؟ لا هجيب لي سندوتش مش عارف ايه ب 10 جنيه؟ لا هجيب لي وجبه ب 20 جنيه؟ على حسب الوجبه اللي انت هتجيبيها اطعمي 60 مسكين. يا ابو احمد ربنا الحمد لله عوضك عن ابنك اللي مات غريقا، والنبي عليه الصلاه والسلام عدى الغريق من الشهداء، ربنا يقبل ابنك في عداد الشهداء. ومساله ان انت قبل الحادث مباشره كنت بتادبه وكنت معاقبه ما فيهاش اي حاجه خالص، وربنا يكرمك يا ابو احمد، ورحم الله من مات وبارك الله في من بقي.
حكم الشرع في الإجهاض، لا يجوز الإجهاض، لا يجوز إلا في حالات معينة. أيوة في حالات معينة، لأنه ما فيش حرام مطلق يا حضرات. ما فيش حرام مطلق. حرمت عليكم الميت، حرام، والدم حرام، ولحم الخنزير أيوة، بس في آخر الآية كده فمن اضطر المضطر. فلو احنا عندنا جنين ما ينفعش نستبقي عليه، أو في خطر على حياة الأم، نضحي بمين؟ باليقين ولا بالشك؟ اليقين ان في بني ادم قدامي، ده اسمه يقين. اللي جوه ده شك، انا معرفش مين ده اصلا وجاي ايه وعد ايه، وانا معرفش عنه حاجة، بس احنا نعرف الكيان اللي قدامنا، الست دي اللي هي زوجة وام واخت وعمة، المجتمع محتاجها، فنيجي نقول احنا هنضحي بالشك اللي هو لسه جوه، عشان بنضحي بالجنين عشان خاطر الام. ادي حالة. طب اللي عمل الاجهاض عمدا، اما بعد نفخ الروح او قبل نفخ الروح. الجنين بينفخ فيه الروح هو 4 شهور، قبل نفخ الروح هو في كلا الحالتين عمدا بدون سبب ما ينفعش، يبقى فيه اثم. وانا مش عارف عملته فين، ازاي اطباء يعملوا حاجة زي كده؟ لا مش اطباء، مهندسين، اي حد ازاي يعمل حاجة زي كده؟ طب هي عملته؟ لا، الاجهاض حرام الا لضرورة، الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها. قبل الـ قبل الـ قبل 4 شهور مش هيبقى فيه دية، مش هيبقى فيه حاجة كفارة تدفع، بعد 4 شهور هتدفع كفارة. زوجها، واحدة زوجها سبب للدين ومصيبة سودة وغير صالح حسب تعبيرها بالمرة، وهي عندها 3 بنات، جوزت 2 وصبرة لما اللي في الإعدادية تتخلص وعايزة تطلب الطلاق، هو كده يبقى حرام؟ والله لو طلبت الطلاق من تاني يوم جواز حقها. واحدة اتجوزت ولقت اللي اتجوزته غير صالح ولا تأتمنه على نفسها، ما تأتمنش على نفسها معاه، حقها طبعا طبعا. قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده شرع، ده ربنا أحله. والله العظيم الحمد لله إن احنا عندنا طلاق. قال سبحان الله يا أخي، بلاش، دخلت مطعم تاكل أكلة طلبتها وما عجبتكش هنأكلها لك غصب عنك؟ إزاي يعني؟ لا طبعا. واحدة راحت للنبي قالت له أنا له كارهة يا رسول الله، هو 10/10، أقول لك هو 100 فل و14، أنا له كارهة ما بحبوش. قال لها عيب بقى، عيب الكلام ده، اصبري، تصبر عليه، مش قادره، خلاص حقها. بس بقى بتبقى هناك اعتبارات اخرى بقى، ولادي خلاص، ومن يصبر يصبره الله، واعلم ان النصر مع الصبر. فهي بتقول انا هصبر، خلاص اصبر، لا مش قادره، براحتك بقى، لما اجوز بنتي هتطلق منه، انت حره طالما زوج غير صالح. يا حجه زينب ربنا يفرج كربكم يا رب، ويبارك لك في بناتك واحفادك، ويمن عليكم بصلاح الحال وراحة البال إن شاء الله. أم ياسر ابنها قبل رأسها وسامحيني يا أم وسامحته، وخرج عمل حادث. يا ست ربنا يقبله في عداد الشهداء ويصبر قلبك ويبارك لك، عندها 3 بنات غيره يبارك لك فيهم، وتجيبي غير ياسر تجيبي 3-4 كمان، ربنا يبارك لك في أولادك إن شاء الله. يا أم آدم كانت في أقصى الشمال وراحت أقصى اليمين، ربنا هداها الحمد لله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ربنا يزود هدايتك يا رب ويزود إيمانك. أختها وحشة بقى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بنصحها بلين ورفق وابتسامة عريضة، ما تنصحتش مش راضية بدعي لها يا رب اهديها، بس أعمل إيه تاني؟ ما أعملش أي حاجة. طب ابوها راجل غير صالح وبيدعي عليهم وعلى امها ويحتار فيكم الاطباء والهي ويجي ويحط عليكم والهي، ما توعوا، ابوها راجل سيء، يقبل النصيحه؟ يقبلها؟ ننصحه، لما يقبلهاش خلاص ندعي له، بس ندعي له في سجودنا يا رب اهديه، يا رب خد بايديه، ونعمل صدقه كده، صدقه بنيه ان ربنا يهديه ويصلح حاله. خلاص احنا خلصنا. يا حاجة ناهد، كانت موظفة وربت وربنا رزقها بولد وبنت وربتهم احلى تربية، لكن هي مش على وفاق مع اهل زوجها وبيسيئوا اليها، وماله، بيضاف حسنات الى رصيدك. والله ربنا اي حد بيتكلم عنك كلمة وحشة حسنات،
رصيد الحسنات بيزيد عندك. ده اي حد بينظر لواحد نظرة تؤذيه، نظرة تؤذيه بتتكتب في رصيد حسناته. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المحسنين. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وارجوكم ما تسمعوش لحد. يعني لما انت بتعرف ازاي ان اهل جوزك بيعملوك وحش، حد بيجي يبلغك حاجة، مش عايز اعرف، مش عايز يحكي لي حاجة عن حد. ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لا يخبرني احد عن احد من اصحابي شيئا، حد يقول لي حاجة عن حد ابدا، فاني احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصدر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وصلنا لختام حلقتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.